اوعى تفكروا انه في مجتمع ممكن يتطور ويتحضر اذا ما كان في مساواة مطلقة وكاملة بين الرجل والمرأة. انا تعبت، ما بقدر اتحمل، بس بحس حالي بشيل. والله كتير الاصداء منيحة، يعني المسلسل ترندينج بكل العالم وهيدي شغلة كتير ايجابية، وحتى في خبرية كمان انه في ناس عم يحضروا المسلسل ومنهم عرب، عم يحضروه بالسبتايتلز. هيدي مبارح عرفنا انه في مجموعة كبيرة من الناس اللي مش عرب عم يحضروا المسلسل، وهيدا هدف كتير مهم بالنسبة لنا انه يصير المسلسل العربي انترناشنال، ما يضلوا لوكل. يعني خايف، يعني هربان. ليك مش هيدي القصة، نحن عنا ممثلين من اعظم الممثلين، بس نحن المشكلة انه ما عنا بلد، وهيدي اللي عم تخلي كل القطاعات تترهل وتفرط وتعفن، بس نحن مش رح نقبل. نحن مكملين ولو حتى بدون اي امكانيات، مكملين لانه نحن عنا اصرار ونحن عنا حيوية ونحن عنا فن حقيقي بالبلد. يسار ما بدي تقرب منها، طلعي منهم بقى واجي. طب وانت خبري الحقيقة وخلص من هالقصة كلها، تحكي النسوان وتعطيهم نصايح انت ما بتأمن فيها وتكذب على عيون. اوعى تفكروا انه في مجتمع ممكن يتطور ويتحضر اذا ما كان في مساواة مطلقة وكاملة بين الرجل والمرأة، والمساواة مش اجتماعية، المساواة بالقوانين المعفنة اللي عنا اياهن واللي ما حدا عم يسترجي يغيرها، وبيعتبروا انه هيدا الشرف، شرف المرأة بين اجريها. حبيبي شرف المرأة هي بالسلام، هي باعطاء كل حقوقها، هيدا شرف المرأة اذا بدك تحافظ عليه، والحرية المطلقة بضل هي عند حرية تعمل البدية. بتعرف شو بدي؟ وبعدين بكرة شو رح يصير؟